السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأقدم لكم مواقيت الصلاة في مصر السبت 18 نوفمبر 2023، أربعة جمادى الأول 1445، من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني باشتراك ولايك. مواقيت الصلاة على القاهرة اليوم بإذن الله من قناتي أنا وحياتي يؤذن الفجر في الرابعة 52 دقيقة، الشروق في السادسة 22 دقيقة، يؤذن الظهر على مدينة القاهرة في الحادية 10 و40 دقيقة، العصر بحول الله وقوته يؤذن على مدينة القاهرة في تمام الساعة 2:37 دقيقة، ويؤذن المغرب بإذن الله في الرابعة 58 دقيقة، وتؤذن العشاء بإذن الله في 6:18 دقيقة. صلوا على الحبيب المصطفى في الأول وفي الآخر وفي كل وقت وحيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله.